14 قتيلا من المتظاهرين منذ اندلاع الحراك الشعبي والتظاهر في المحافظات الجنوبية والوسطى والعاصمة بغداد احتجاجا على سوء الخدمات. أما المصابين فقد تجاوز عددهم 200 جريح مدني و250 جريحا بين صفوف الأجهزة الأمنية. وقد جرى إطلاق سراح 570 معتقلا من أصل 600 من السجون العراقية. إحصائية أعلن عنها أحد أعضاء مفوضية حقوق الإنسان كاشفا عن تعرض بعض المتظاهرين للضرب في أحد المعتقلات ومقتل متظاهر في النجف بعد تعرضه لقنابل تطلق الغاز المسيل للدموع. أكثر من 600 معتقل تم الإفراج عن 570، وكذلك بالنسبة للجرحى المدنيين بحدود 200 جريح، وأكثر من 250 من الجرحى من القوات الأمنية. لحد يوم القتلى لحد هذه اللحظة أتكلم معك فيها 14 قتيل للأسف من قبل المتظاهرين. قصدنا هناك حالات ضرب وكذا، فالمفوضية طبعا تدين هذه الأعمال بشكل كبير. لدينا مخاوف من استخدام الغاز المسيل للدموع، عن نوعية هذا الغاز المسيل للدموع، لأن سجلت أدنى حالة يوم الجمعة في محافظة النجف، تم وفاة أحد المتظاهرين من جراء استنشاق للغاز المسيل للدموع. وكذلك لدينا قلق ومخاوف من الاعتقالات العشوائية. ولا يستبعد قانونيون أن تكون هناك مساءلة جزائية ودعاوى قضائية أو حتى محاكمة دولية قد ترفع ضد أي مسؤول في الدولة بمن فيهم القائد العام للقوات المسلحة. إذا ما ثبت التحقيق وراء مقتل هذا العدد من المتظاهرين وجود توجيهات وأوامر باستخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين التزموا بشروط التظاهر السلمي الذي كفله الدستور. إذا ثبت أن ضابط ما أو قائد ما أو أن حرس ما جندي ما أوضح أن ما تصرف به كان بناء على أمر لا يخلى أي شخص مسؤولية جزائية. القيادات الأمنية أكدت أن واجبات ومسؤوليات عناصرها وتشكيلاتها حماية المتظاهرين طالما حافظوا على سلمية التظاهر وعدم العبث بالممتلكات العامة وضرورة الحذر ممن وصفتهم بالعناصر المندسة. ما نريد تجاوز على الأموال العامة، ما نريد تجاوز على الأموال الخاصة، نريد تكون تظاهر سلمية نحفظ للجميع حقوقها، احنا موجودين لحمايتهم. نتمنى انه يعني الأشخاص اللي هم جايين ظاهرون بالسلمية انه دائما يحتاطون ويخافون من المندسين. اكو بعض العناصر مندسة، يعني تصور انت احيانا يصير اعتداء على القوات الأمنية، هذا ما نقبل به نهائيا. يذكر ان قانونيين ومنظمات معنية بحقوق الإنسان أبدت تحفظها على قيام الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين مقابل أخذ كفالة خطية بعدم التظاهر مرة ثانية، وهو ما يخالف مواد الدستور التي تكفل حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. محمود فؤاد، الحرة، بغداد.